ما نسواش، اتهرينا من اننا نتشتم، اتهرينا من اننا نتهان، اتهرينا من اننا نتهزق. بجد والله بجد يعني حقيقي ده كتير حقيقي، يعني ما فيش عيد الاحمر ده ما فيش شويه دم خفاف شويه احساس. احنا بني ادمين وبنحس زيكم بالظبط، كفايه قله ادب وشتيمه، حسوا على دمكم شويه عشان كده كتير. ده الكلام اللي قالته الفنانه هدي كرم للجمهور. ايه الحكايه؟ هدي عامله قلق اليومين دول على السوشيال ميديا، وده بسبب فيديو طويل عملته ورفعته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وكانت بتخاطب فئه معينه من رواد السوشيال ميديا وبتطلب منهم انهم يبطلوا يشتموها ويشتموا الفنانين. كفايه تنمر بقى عليهم وعلى حياتهم، لان هم بشر وعندهم مشاعر، والتعليقات دي كلها بتوصل لهم. احنا بني ادمين وبنحس زيكم بالظبط، كفايه قله ادب وشتيمه، حسوا على دمكم شويه عشان كده كتير. ده الكلام اللي قالته الفنانه هدي كرم للجمهور. ايه الحكايه؟ هدي عامله قلق اليومين دول على السوشيال ميديا، وده بسبب فيديو طويل عملته ورفعته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وكانت بتخاطب فئه معينه من رواد السوشيال ميديا وبتطلب منهم انهم يبطلوا يشتموها ويشتموا الفنانين. كفايه تنمر بقى عليهم وعلى حياتهم، لان هم بشر وعندهم مشاعر، والتعليقات دي كلها بتوصل لهم وبتجرح شعورهم وبتاذيهم نفسيا. هدي ما طلعتش وقالت كده من فراغ، اكيد حصلت حاجات كتير جدا متراكمه هي السبب، وفي لحظه ما قررت انها تنفجر وما تسكتش، وطلعت عملت الفيديو قالت احنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحه بالنيابه عن المشاهير وخاصه الستات زيي، اتهرينا من الشتيمه والتهزيق وقله القيمه والارهاب على السوشيال ميديا، وانكم بتحسسونا اننا ما نسواش، وتهرينا من اننا نتشتم ونتهان ونتهزق. بجد حقيقي ده كتير، هو مفيش من الاحمر ده؟ مفيش شويه دم واحساس؟ هدي شايفه ان اللي بيشتموها على السوشيال ميديا شخصيات مريضه، لان هي وكتير غيرها من الفنانين بيحاولوا يعملوا محتوى لذيذ وفيديوهات ترفيهيه عشان ينشروا طاقه ايجابيه على السوشيال ميديا، ده غير انهم بيحاولوا يدرسوا السوشيال ميديا عشان يعرفوا ايه اللي بينفع مع الناس. عشان كده كملت كلامها وقالت صدقوني الناس اللي بتشتمنا لو شتمناهم بنفس الشتيمه هينتحروا تاني يوم، احنا عندنا جهاز عصبي قوي جدا لاننا مستحملين وما بنردش، لكن صدقوني لو اللي بيشتمونا اتشتموا بنفس الشتايم وتهانوا بنفس الاهانه والله العظيم هتقطعوا شرايينكم من حجم الاضطهاد والاهانه والمهانه، لكن احنا مش هنعمل كده لاننا محترمين ومؤدبين وحساسين وبنقدر مشاعر الغير اللي هي مش عندكم خالص. هدي كمان شايفه ان كرامتهم مش لعبه في ايد المتابعين، وان مش اي حد عنده مشاكل في حياته يجي يطلعها على الفنانين، والفنان ده انسان عادي جدا زيه زي اي حد، عنده مشاكل وازمات عائليه واجتماعيه وعاطفيه وكمان صحيه، فمش حلو خالص اننا نيجي على بعض وكان في بينا طار. واكيد هي ما طلعتش عملت الفيديو ده الا لو كانت عارفه عواقبه كويس، لان على قد ما الفيديو انتشر وجاب صدى على السوشيال ميديا، على قد ما في ناس كتير جدا هجمتها بحجه انه ما ينفعش ترد على الجمهور ايا كان، حتى لو الجمهور ده كان بيهاجمها او بيشتمها هي تركز في شغلها وبس، لان الرد على الجمهور دايما بيخسر الفنان من رصيده. لكن على الجانب التاني في ناس كتير جدا كانت مؤيده اللي هدي كرم عملته، وشايفه ان الجمهور ساعات بيحصل منه تجاوزات كتير بحق الفنان، والفنان من حقه انه يطلع ويرد ويقول الحاجات اللي بتضايقه، وده بدل ما يكتم في نفسه ويأثر على شغله. مؤخرا انتشرت ظاهرة ان الفنان يطلع يعمل فيديوهات على السوشيال ميديا ويتكلم مع الجمهور، عندك مثلا الفنان شريف منير اللي كان كل يوم يطلع يعمل فيديو، مرة يدافع فيه عن بنته اسماء لما حلقت شعرها على الزيرو قدام الناس كلها في الفيديو، ومرة يطلع يعتذر للصحفية اللي قال لها هش انت مفكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ دلوقتي هدي كرم طلعت تنتقد الناس اللي بيغلطوا فيها وفي كل الفنانين، وشكلنا كده الفترة الجاية هنشوف الظاهرة دي بتتكرر كتير. ولو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن.